يخطي نطاق المعروضات في جناح السلع الاستهلاكي بشكل أساسي 4 أقسام من ضرورات اليومية ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية الذكية والأثاث ومنتجات الموضة ومجوهرات وسلع رياضية. بتركيز على اتجاهات 3 رئيسية المتمثلة في الحياة الجديدة والتكنولوجيا الحديثة وآخر الموضة، أنشأ المعرض لهذا العام مكانا لتجميع المعلومات التجارية العالمية وموقع عالمي لإطلاق منتج جديد ورائد في الاتجاه الدولي، كما عزز تحسين من المنتجات والتكنولوجيا ومستويات الخدمة لتعزيز ترقيات الاستهلاك وتلبية احتياجات الناس لأسلوب جديد من أجل حياة أفضل. بعد سنوات من العمل الشاق، قمنا في الوقت الحاضر بتشغيل أكثر من 20 علامة تجارية في السوق الصينية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية عبر الحدود. نعتقد أننا دخلنا الآن أفضل عصر في سوق مستحضرات التجميل الصيني، لأن المستهلكين في الصين يدركون احتياجاتهم تماماً من السوق، كما أنهم مستعدون جداً لتجربة ابتكارات جديدة. لذلك بالنسبة لنا ومن أجل فتح فصل جديد، فإننا نعتمد استراتيجية ابتكار ذات شقين. نشعر أن المعرض هو منصة مثالية لنا لعرض الابتكارات الجديدة والعلامات التجارية الجديدة. يمكننا أن نكتسب شعبية بسرعة وكسب ثقة المستهلكين. تتواجد إيكيا في الصين منذ أكثر من 20 عاماً، منذ افتتاح أول متجر لإيكيا في البر الرئيسي للصين في عام 1998، ونحن ننمو مع الصين. لقد شهدنا التطور السريع للاقتصاد الصيني وكذلك الحياة المنزلية واحتياجات الناس، وموضوع منطقة المعرض لهذا العام هو التوق إلى حياة أفضل بالتركيز على الإبداع مع الصين والتنمية المستدامة. سنكون أكثر تركيزاً على العملاء في المستقبل، وسندعم المزيد من الصينيين لخلق حياة يومية أفضل من خلال توفير حلول مستدامة، مما يجعل تحسين بيئتهم المعيشية أمراً بسيطاً وسهلاً للغاية. Our theme here at Bosch is sustainable quality of life at home. We follow this. موضوع BSH للأجهزة المنزلية في معرض الصين الدولي للاستيراد العام الجاري هو الاستدامة والابتكار وجودة الحياة، وتعكس سلسلة المنتجات المعروضة هذا الموضوع أيضا. على سبيل المثال، يمكن لمنتجنا الجديد الرائج إزالة البكتيريا والروائح من الملابس في أي وقت وفي أي مكان، وتم تجهيز مجفف الملابس الجديد الخاص بنا بوظيفة العناية بلحاف الحرير المطور خصيصا للمستهلكين الصينيين. في الوقت نفسه عرضنا أيضا سلسلة من منتجات غسالة الأطباق، والتي لا تتمتع فقط بوظيفة التعقيم ولكنها أيضا صديقة للبيئة. أطلقنا هذا العام كثير من المنتجات الجديدة في المعرض، بما في ذلك خيام سقف السيارات وزلاجات الأطفال. هذا العام هو أيضا العام الجديد لجليد وثلج. قد أطلقنا موضوع الجليد وثلج تلديك تلون أهمية كبيرة لتدويرها في الصين. لذلك وفقا لوضعنا الفعالية في الصين، قمنا بتدوير العديد من المنتجات المناسبة للسوق الصينية، بما في ذلك تصميماتنا ومنتجاتنا مختلفة لأغراض مختلفة. نأمل أنه من خلال فرص ألعاب أولمبياد الشتوية يمكننا تدوير رياضات جديدة وثلج بشكل أفضل. في السنوات الأخيرة استمرت هيكل الاستهلاك في الصين في ترقيته، وتعكس المعروضات واتجاهات المتمثلة في الحياة الجديدة والتكنولوجيا الحديثة وآخر صيحات الموضة لمعرض الصين الدولي للاستيراد الاحتياجات الأكثر ثراء وتنوعا للسوق الصيني، فضلا عن إمكانات الأوسع وأعمق للتعاون الدولي. 前夕这几天，阿拉伯，上海。